ها ولدي طلعتوا علي؟ عافية بابا. جبتوه من نص جماعته؟ وصل هنا يعني قبل تلزمه من رجليه وتعلقه بالمقلوب، بعدين تنفخه، بعدين تصلخه. شوف ايش راح يصير وياك وارجع خابرني. استاذ يعني انا ما افتهمت، انتوا ليش جايبيني هنا؟ طلي. منو طلي؟ طلي تلزل ما يقدرون يصعدوه بالبدي. هذا ابني كتني ما ياكل بس لحم، انا كامل مفيد داحر الارهاب، يومي يخابرني القصاب. استاذ يا ارهاب الله يخليك، انا معاون مدير مدرسه، من البيت للمدرسه ومن المدرسه للمدرسه، بس ما اعرف قلت صحيح المثل. قف قف للمعلم وفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا، ومن علمني حرفا ملكني عبدا. هذا الحكي كله تلمه والذبه بالزبل. انا ابني فرهود ما مرتاح يمكم بالمدرسه. ليش استاذ فرهود ابنك؟ ملعون فرهود الى رهبه مثل ابوه. استاذ بس احنا ما مقصرين ويا فرهود، يعني دوامنا يوميه بثمانيه، هو ب12 يجي للمدرسه. يوميه يجي ب12؟ اي والله كبران صاير يداوم يوميا ملعون. استاذ مو بس هيك، كل جدول رياضه. هي يا اخي عنده طموح يصير رياضي، انت ليش توقف قدام طموحه؟ استاذ وين اكو رياضي بهالحجم؟ وشنو علاقه الحجم بالموضوع؟ اهم شيء النيه، هو بداخله يريد يصير رياضي. استاذ يوميه يجمع اكل الطلاب وياكله بمكانهم. انا اليوم داز عليك على مود هاي الشغله. شنو ذولا طلابكم؟ كله ياكلون بيض وجبن وبوتيته، الولد وجهه صار اصفر، صار هالقد وتمن وراكم. انا ابني ما ياكل بس لحم، افتهمت او لا؟ افتهمت استاذ، خلاص من باكر امر اداري كل الطلاب يسوون لفات لحم. امر اداري ما يحتاج يوميه ترى يقول يا صاج، افتهمت او لا؟ افتهمت استاذ. زين استاذ اكو موضوع اهم. شنو؟ استاذ ده يضرب بالطلاب، وانت تعرف الوزاره مانعه ضرب الطلبه. لا حبيبي، الوزاره مانعه ضرب الاساتذه للطلاب، بس ما مانعه الطلاب يلعبون بيناتهم. هذا لعب يا اخي، ابني طفل بريء يريد يلعب، انت ليش تريد تقتل البسمه واللعب اللي بداخله؟ استاذ شي يلعبون الله يخليك، يوميه يجون مزوقين. هسه يا ريت خلص الطلاب ندار علينا احنا الاساتذه. لا 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 لا، لهنا انا ما اقبل. امد ايده عليكم، انا ضابط متمرس، ابني يعتدي على مدرس؟ حسنت. ما اقبل. احسنت. اليوم اطيح حظه. احسنت. اليوم انعل والدي. احسنت. اليوم العب بي لعب. احسنت. اول ما اوصل للبيت قبل اسحب من الاكس بوكس، ورا ساعة 12 بعد ماكو اكس بوكس. واذا اعتدى عليكم مرة ثانية تتصل بي شخصيا وانا اعرف شو اسوي له. يعني شو راح تسوي له؟ اسحب منه السكوتر همينه. لا استاذ على كيفك، يعني احسك تضغط عليه هواية هيك. اي شو اسوي غير خاطرك، انت عزيز علي يا حبيبي. زين استاذ ومستوى بالدراسة؟ اقول لك انتم خبصتونا بمستوى بالدراسة، مستوى مستوى ويوميا يجيب ولي امرك. شنو يعني؟ واذا ما 6 سنين هو بصف ثالث، شنو انقلبت الدنيا؟ هو لا اول واحد ولا اخر واحد. لا استاذ ما بيها مشكلة، صح ياخذ الماجستير من الثالث. اسمع لك، اريد اقول لك شغلة، ابني اذا ما ينجح من الدور الاول كامل مفيد يتحول، واذا نجح دور ثاني راح افضل طول عمرك تعاني، اما اذا نجح وعنده درس تحميل وجهك حتى ما تفيده عملية التجميل. باكر راح ابلغ الاساتذة ينجحون فرهود من غير امتحان. لا ينجح بذراعه. استاذ بذراعه ما ينجح. لك بابا بس عوف البرشومه بذراعه ينقله هو ينجح. بعدين تعال تعال، يا مدرسه يا التزام، ابني فرهود ينجح حتى لو بالحمام. الله وقف وقف، هاي مالتي.